مرحبا، يعطيكم العافية. في هاي التجربة إن شاء الله رح نناقش theoretical part في تجربة ال preparation of skin creams. رح نتعرف على ال skin creams in general، شو ال main components تبعتهم، شو الأنواع اللي بتندرج تحتيها، وال calculation involved فيها، وكيف نقرأهم. هلا ال skin creams هم عبارة عن semi solid emulsions، هم ضمن عائلة ال dispersed system. إما بتكون oil in water أو water in oil، بتكون واحدة من ال phases dispersed في another according to the dispersion، مين بتكون water ولا oil، بتكون other is the continuous phase. فعنا مثلا water in oil، الwater هي رح تكون ال dispersed system، والoil هي ال continuous system، وفي surfactant ما بيناتهم بيساعد على انه يكون في دمج ما بيناتهم، واحدة dispersed in the other. هلا ال skin creams عنا وظيفتها تساعد ال skin to تحافظ على نفسها من ال invasive environmental conditions، زي مثلا في حالة الجو بارد او الكولد اير موجود اوتسايد، وبساعد السكين تو كاري اوت ذا نورمال فانكشن ان ريستورينج ذا مويستشر تو دراي سكين. هلا اف ذا كريم الموجود عندنا كان في بعض المكونات اللي بتعمل انسداد البورز الموجوده في السكين، هذا بيسوي لنا مشاكل في السكين عندنا، وبصير السكين اكثر عرضه للماسريشن. ماسريشن اللي هي زي كيف الجلد لما تعرض ل very high level of water، أو بتكون مثلاً عامل انسداد كامل على للبورز وما بصير في أي waste removal، فهذا كله ياته بيساعد بيخلي السكن sick and في بعض الأحيان بصير في عنا death لإلها، بتطلع بطبقة كاملة. فرجيكم مثال عليها كيف. بيكون عندنا مثلا بهذا الشكل هنا، هذا نتيجة الانسداد في بعض الأحيان لل السكن، وببعض الأحيان أو في بعض الأوقات لما تكون في جرح عندنا أو ووند وما بيكون مرطب بطريقة كويسة أو بطريقة إنه يصير في هيلينج لل أو نورمال هيلينج بروسيس تدخل فيها السكن، هذا بيعمل كلياته طبقة ميتة وبتطلع لوحدها على من السكن وبتسوي سكن ماسريشن. طيب هلا الانجريدينتس اللي فيهم او الكونتنتس تبعتها، الهدف منها many purposes to add these contents. اول شيء عندنا بتعمل البادي، اضافه adding the body to the creams. في بعض المكونات عندنا زي مثلا تعمل thickening، بتخلي مثلا او زي filling للpreparation. بتحسن التكتشر في بعضها، emulsifying agent. هلا بنشوف الكومبوننتس شو هي وايش الدور تبع كل واحدة فيها. increase the melting point، يعني مش على درجات حرارة قليلة بتتحول ل liquid from solid to liquid، يعني على درجات حرارة عالية بتتحول لهذا الشكل، يعني مش زي الاولز الطبيعية اللي مثلا بالصيف بنلاقيها صارت liquid زي الكوكونات اويل، في الشتاء بتروح بتصير semi solid او solid preparation. لا، بتساعد انها تضلها هي solid even though انه الحرارة عالية، الحرارات العالية. improve spreadability بحيث انه يصير في عنا الكريم، احد يعني المواصفات المهمة تبعته انه spreadability على السكن تكون عالية، فبالتالي لازم اضيف بعض المكونات بتساعد في انتشاره على السكن، لانه السكن surface area بتكون كبيرة فيها، فمش انه بس احط على منطقة واحدة او نقطة واحدة وانتهى، لا لازم تكون high spreadability لإله. provide local medical purposes or properties، مثلا زي الانتيبيوتيك كريمز والاكل كريمز، هذه كلياتها مكونات، جزء من المكونات بيكون هذا الهدف، اضافه medicinal properties او يعني medicated cream بيكون. هلا الكومن انجريدينتس اللي هم الرئيسيات، يعني هذول مش مكونات فرعيه، لا هذول مكونات رئيسيه لازم تكون موجوده في اي كريم عندنا. اول شيء عندنا الووتر، لازم يكون الووتر مينرال او ستيرلايزد، زي مثلا في حاله او ديستلد ووتر ان جنرال لازم تكون موجوده انستد اوف يوزنج تاب ووتر، لانه التاب ووتر بتساعد الكريمز اللي بريبيرد باي تاب ووتر ويل جيت ميلدو فاستر ذان اذر كريمز، تصير عليها عفن فطري، ظاهر عليها عفن فطري، لانه اصلا الووتر هو البيئه المناسبه لنمو المايكرو اورجانيزمز فيها، فلازم تكون المي اللي بنستخدمها mineral oil أو sterilized water. تاني شيء عندنا الأويل، الأويل different sources منه ممكن نلاقي، mainly
3 resources. اول واحد اللي هو المينرال اويل زي الليكويد وبارافين، هم الموست كومنلي او الموست وايدلي يوزد، عباره عن ساتوريتد هيدروكاربونز، بتكون بالعاده بنستخدمها المينرال اويل بنستخدمها تكون لايت، ما بنستخدم هيفي عشان ما تعمل كلوجينج. اثنين عندنا الفيجيتابل اويلز بتيجي من مصادر نباتيه زي البينات، الاوليف، الالموند اويل، كلياتها موجوده في الكريمز التجاريه. وسينثيتك اويلز عاده لا تستخدم يعني بس از سورس عشان يسموا لكم اياها. مثال عليها اللي هو السيليكون اويل. السيليكون اويل فيري هيدروفوبيك، فبالتالي بيعمل اوكلوجن عالي للبورز بحيث انه حتى بيمنع البريسبيريشن تبع السكن، فبالتالي ما بنقدر نحكي انه هو من المكونات الجيده لاستخدامها في السكن كريمز، خصوصا اذا مثلا تستخدم للوجه او للمناطق اللي فيها البورز كتير كبيره. ثيكنرز، ثيكنرز هم ريسبونسبل فور ميكينج كريم سيمي سوليد، يعني هم اللي بيساعدوا على انه الكريم ما يكون سائل سائل او سوليد سوليد، بيكون سيمي سوليد ماتيريال، لانه عاده نحن بنضيف اويل ووتر، يعني مين كومبوننت هم اويل ووتر. ثيكنر بيساعد انه يكون سيمي سوليد وحجمه كبير كمان. They work in different ways. They could be stronger, weaker, greasy, protect the skin, and have healing properties. لكن عندنا عادة هم بيكونوا main two categories من thickeners. أول واحد اللي هو soft thickeners، والثاني إيش اللي هو strong اللي عادة تكون hard thickeners. Soft thickeners زي عندنا soft paraffin اللي هو البتروليتم، اللي هو باختصار البازلين يعني البتروليتم. There are two forms of soft paraffin: the yellow and the white. الوايت عادة بيكون بليشت، فبالتالي بس مجرد اختلاف ألوان، واحد بليشت واحد عادي. بيز واكس برضو عنا، بيز واكس هو نفسه كمان اسمه الوايت بتروليتم. good protection film staying on the skin strong thickening. بيز واكس، الوايت واكس. عنا كمان كوكوا بتر، بيجي من الكوكوا بينز بالإنجليزي. شيا بتر تيجي من الافريكان كرات تري، بتساعد على السكن بروبر، بتساعد على هيل ذا سكن، هاي ميكانيزم اضافي لها، برضه هي بتشتغل كسوفت تكنيك. هلا مطلوب منكم تعرفوا كيف الميكانيزم اوف شيا بتر ان هيلينج ذا سكن، كيف بتشتغل كماده بتساعد على الانهيليشن للسكن فروم اذر فروم انفلاميشنز او اذر كراكينج بروبلمز. عندنا الول واكس made from wool of sheep soft with healing properties. سيتال الكحول اللي هو بيجي strong thickening يعني موجود فيه. هلا strong عادة thickeners اللي هما بيجوا البيز واكس كمان عندنا، والبيز واكس والسيتال الكحول. اما soft thickeners فهم بيكونوا soft paraffin وبتر شيا بتر and wool wax. اوكي نيجي للإيمالسيفاير. الإيمالسيفاير هو المادة اللي بتكون موجودة بتساعد على تكوين ديسبيرس سيستم، يعني من دونها الووتر والاير بيضلوا سيبريت فيزز، ما بيصير اي ديسبيرجن ما بيناتهم او ما بتتكون عندنا وان فيز او وان سيستم. ووتر ان اويل دونت ميكس، فبالتالي ذا فانكشن اوف ذا ايمالسيفاينج ايجنت كومباين ذم توجذر تو فورم ان ايمالشن. الإيمالسيفاير عادة بيكون شكله مثل هيك، بيكون هيدروفيليك هيد وهيدروفوبيك تيل. هلا هذا وهنا هيدروفوبيك. هلا ان جنرال ترتيب السيرفاكتنت داخل الكريم هو اللي بيعمل لي اياه، يا اما اويل ووتر او ووتر. يعني مثلا اذا جبت لكم كريم بهذا الشكل جاي هون الهيدز، هو دائما هيك هيدروفيليك هيد هيدروفوبيك تيل، يعني ما بيكون هيدروفيليك تيل لانه هاي التيلز عباره عن كربون شين، كيف هون سي اتش سي اتش كلياتها، والساتوريشن تختلف من سيرفاكتنت الثاني. لكن ان جنرال الشكل العام اذا كان هيك فنحن بيكون عندنا ووتر ان اويل ايمالشن. الووتر هي بتكون ديسبيرس سيستم، والكونتينوس فيز هي بتكون اويل، على العكس من هذا السيستم.
هذا السيستم هون عندنا water in oh, sorry oil in water emulsion. اوكي فبالتالي عندنا هذول الكومبوننت هاي تكون dispersed phase هي الاويل والcontinuous phase هي الwater. هون الcontinuous phase هي الاويل والdispersed phase هي الwater. هلا هذا عباره عن ليكويد يعني حطينا emulsifier مع اويل ووتر ليكويد. الثيكنر هو اللي بيحول لي اياه لكريم بسمي سوليد ماتيريال. بتبطل من ليكويد تحول لي اياها للثيكنر ل سوري لكريم سمي سوليد فيز. اوكي هلا الايمالسيفايرز ان جنرال they are different according to their HLB value. HLB value هي اللي اللي هي الهيدروفيليك لايبوفيليك بالانس. according لل HLB value بتقدر تحكي انه هذا الايمالسيفاير رح يكون لي اويل ان ووتر ولا ووتر ان اويل. يعني عندنا مثلا خلينا نحكي هون 0 3 6 9 12 15 18 20. هلا low HLB value اللي هي من هون لصفر لثلاثة هذول رح يعطوكم water in oil emulsion أو water in oil خلينا نحكي أو oily أو hydrophobic emulsifier. بهون رح يعطينا بهاي المنطقة رح يكون عنا oil in water emulsion hydrophilic emulsifier. هون hydrophobic emulsifier. أوكي هلا نيجي للاكسبيرمنتال بارت. الاكسبيرمنتال بارت لازم نشوف اول شيء البريبريشن تبع الجنرال ونعرف شو الايكويبمنتس اللي رح نشتغل فيها. رح نشتغل في شيء اسمه بيسن. خلينا نشوف شو هي. تقريبا زي هيك بتكون شكلها بس بيكون حجمها كتير صغير يعني مش بهاي الأحجام الكبيرة. اوكي زي هيك يعني ممكن هذي اوضح صور. هيك بيكون شكل البيزن عنا بنحط فيها اللي بنحضر فيها الكريم الأويلي فيز والأكيوس فيز مع بعض. اوكي وعنا ايرلي ماري فلاكس رح نستخدم graduate cylinder beakers كل هاي المواد. هلا اول شيء we will use water bath as an indirect source of heating to prevent decomposition or degradation of lipids. الحراره رح نشتغل عليها رح تكون ماكسيمم 70 سلسيه ما رح نتجاوز الميلتينج بوينت تبعت الليبيدز رح نشتغل فيها بشكل كتير كبير. ليش؟ لانه كل ما سخنت اكثر فبصار في عندنا decomposition او degradation للليبيدز هاي. بلس انه رح نستخدم indirect source of heating مش direct يعني ما رح نحطهم مثلا في heating mantles ما رح نستخدم direct flame عليهم عشان ندوب الليبيد لانه عادة بتكون الليبيد رح نستخدمها ب solid status او على الاقل بسمي solid مش ب liquid status. اوكي فرح نسخنهم مع بعض. اول شيء عندنا maintain temperature at 70 celsius hold the basin steadily to prevent bath water from entering into your basin. هلا اي حدا بتدخل الووتر داخل البريبريشن تبعته بده يعيدها لانه لازم يكون في طريقه للادشن اوف ووتر فما بتكون مره واحده. بلس انه الووتر لازم ينضاف يكون محضر معه ايمالسيفاينج ايجنت يعمل ايمالسيفيكيشن. اذا ضفت ووتر دايركتلي راح تفصل الطبقه الثانيه وما في شيء راح يخليهم يندمجوا سوا. Make sure to heat the composition of the aqueous phase before adding it to oily phase. لازم تكون التنتين على نفس درجة الحرارة. يعني سخنت الاكيوس السوليد فيز على 80 لازم تكون الاكيوس فيز على 80 والإضافة تكون بنفس درجة الحرارة. Make sure to heat the aqueous phase before adding it to the oily phase in order to prevent clumping and maintain homogeneity of the preparation. طريقة إضافة البيكر اللي فيه الاكيوس فيز على
السوليد فيز اللي هي رح تكون ملتد رح تكون بشكل جراديوال، يعني ما بنفع انه تنتين اضيفهم على بعض بشكل مره واحده، هذا لانه بصير في عندنا كلامبنج بالتحضيره، والسايز اللي رح ينتج عندنا الكريمز رح يكون كبير، واذا كانت الاضافه مره واحده والستيرنج برضه مش منيح بعديها ما رح يتكون عندنا كريم، رح يضلوا فاصل، فبالتالي لازم تكون الاضافه بشكل يعني بورشن وايز بلس الستيرنج اضافه الاكيوس للاورجانيك فيز على خارج الووتر باث مش داخل الووتر باث، بعدين لما نضيفهم على بعض كل ما نضيف شوي بنحرك نعمل كونتينيوس ستيرنج. اوكي كونتينيوس ستيرنج از امبورتنت فور مينتينينج هوموجينيتي اوف ذا كريم. كيف طريقه الستيرنج ان فاست جنتل اند سيركلر موشن ان وان دايركشن، يعني مش تكون حركه عشوائيه لا تكون سيركلر موشن وبشكل سريع، كل شوي بضيف المي او الاكيوس فيز على الاويلي فيز بحركها لحد ما انتهي من كل بريبريشن بضلني احركها لحد ما اوصل للتكستشر اللي بدي اياه تبع الكريم. اوكي اول كريم رح نتعرف عليه اللي هو الكولد كريم. الكولد كريم عندنا بيكون عباره عن ووتر ان اويل ايمولشن، يعني الكونتينوس فيز رح تكون فيه هي اويلي والاكيوس فيز الووتر عندنا هي ديسبيرس سيستم. مكونات سبيرماسيتي وايت واكس اللي هو نفسه البيز واكس، مينرال اويل، صوديوم بوريت، بيوريفايد ووتر. هلا رح نحكي كل واحد فيهم شو بيعمل. هلا السبيرماسيتي هو زي الواكس اللي بيستخدموه في الكاندلز في الشموع، هو عبارة عن solid wax obtained from the head and the bladder from the sperm whale، هيك اسمه ال whale. تاني شيء عنا الهدف منه اللي هو as thickener and increase the viscosity of the preparation. هلا نسيت أحكي شغلة إنه في thickeners فوق ممكن استخدم ندمج أكتر من thickener مع التاني، يعني عشان أحصل على ال best properties لل skin cream عندي ممكن أضيف thickener and mix it with another one، واحد مثلاً soft مع strong او غيره حسب البريبريشن اللي بدي احضرها شو المواصفات تبعتها، فبالتالي I can mix more than one. عشان هيك رح تلاحظوا مثلا سبيرماسيتي هو عباره عن ثيكنر، الوايت واكس برضه عباره عن ثيكنينج ايجنت، فبالتالي اكثر من ماده تستخدم مع بعض. وايت واكس اللي هو نفس البيز واكس ثيكنينج ايجنت اند ايمالسيفاير، رح نشوف كيف. مينرال اويل اللي هو الليكويد بارافين، مينتين ذا كومبوننت اوف ذا اويلي فيز اند انكريز ذا سبريدابيلتي، تمام هاي مهمه انكريز ذا سبريدابيلتي. ممكن كنا زمان نستخدم الأوليف أويل بدل المينرال أويل بس بدلنا فيه it's cheaper and slower to spoil، مش مثل الأوليف أويل درجة السموكين تبعته بسيطة، يعني درجة الحرارة قليلة بس السموكين، فالمينرال أويل يستحمل أكثر وslower to spoil. هلأ الـ three main components of the oily phase اللي هم سبيرماستي والوايت واكس والمينرال أويل كلياتهم نعملهم melting في البيزن على درجة حرارة مش أعلى من 70 to avoid زي ما حكينا decomposition للليبيد. We heat them in water bath not as direct source of heating زي ما قلنا. بعد ما نعمل mixing بنضيف 4 drops of any oil lemon oil orange oil عليهم، فبالتالي رح نضيف هون كمان إنه طبعا حسب الـ إذا كانت availability إذا كانت متاحة أو لا، يعني إذا ما كانش موجود ليمون أو اورنج اويل مو مشكله بس هي عشان اضافه السمن تبعتها بنحط هون ليمون اويل او اورنج او وات ايفر. هاي مهم تضيفوها على الاويلي فيز مش على الاكيوس فيز. اوكي هلا هاي تحضيرتنا لاحظوا انها ل 1000 جرام، انتم مطلوب منكم 20 جرام، فبدنا نعمل سكيل داون لهاي البريبريشن. اوكي بنضيفهم مع بعض كلياتهم وبنتركهم جوا نحرك وبنترك جوا الووتر باث، بنضلنا نتابعهم لحد ما تدوب بشكل كامل الاويلي فيز. بنفس الوقت وانا بستنى فيها تدوب بروح بحضر الاكيوس فيز اللي هي بتتكون من الصوديوم بوريت والبيوريفايد ووتر. هلا الصوديوم بوريت اللي هو عندنا البوركس بيشتغل از ايمالسيفاينج ايجنت اند ريسبونسبل فور ذا وايتنس اوف ذا كريم، هو اللي بيعطي اللون الابيض للكريم عندنا، هو المين كومبوننت والديستلد ووتر هي المين كومبوننت اوف ذا اكيوس. هلا لما احكي لكم صوديوم بوريت موجود بتجربه، مثلا الصوديوم بوريت او البوركس كان موجود عندي في تجربه الدروبس، لكن اليوز تبعه بيفرق عن اليوز تبعه بالكريمز، فبنكون منتبهين انه ايش الماده هاي باي بريبريشن عم نستخدمها، ما بنكون بالعاده بنحكي عنها بشكل جنرال، بنكون محددين باي
بارت او باي بريبريشن استخدمناها. هلا عندنا البوركس، لما احطه في ووتر ديستلد ووتر بتفكك لبوريك اسيد and صوديوم هيدروكسيد. هذا كيف تكوين الامولشن عندنا. الصوديوم هيدروكسيد في عندنا هون شيء اسمه سيروتيك اسيد. هذا السيروتيك اسيد جاي من الوايت واكس او البيز واكس، هو عباره عن فري فاتي اسيد موجود فيه بالبيز واكس، ومع البوركس بيعمل لنا الامولسيفاينج ايجنت. بوجود الصوديوم هيدروكسيد رح ينتج لنا انايونيك سيرفاكتنت بلس بوريك اسيد اللي هو من هون. الانايونيك سيرفاكتنت هو الايمالشيفاينج ايجنت اللي رح يكون عندنا. ايش نتوقع هل لما تكون انايونيك وموجود معها بوريك اسيد، ايش نتوقع البي اتش؟ لا هاي البريبريشن رح تكون قليله، اسيدك اراوند 6 تقريبا. فال pH اتش لهاي البريبريشن في هاي الحاله رح تكون اسيدك، البي اتش اراوند 6 اقل او بهاي بهذا الرقم. وبالتالي رح نلاحظنا عندنا انه الايمالسيفاينج ايجنت هون هو مش ككومبوننت مضيوف وهو بيشتغل كايمالسيفاينج ايجنت، لا هو ريزلتد فروم ا رياكشن ما بين البوركس والبيز واكس. Borax soap is obtained by free acid in the wax and borax sodium soap obtained gives the oil and water emulsion. هذا رح يطلع عنا الناتج، رح يتكون عنا oil and water emulsion. لكن نحن اتفقنا ان cold creams oil and water emulsion as are water in oil emulsion، يعني هم oily emulsions. طب كيف طلعت عنا النهاية هنا oily in water upon storage phase inversion will occurs and water in oil emulsion cream is formed. هذا upon storage. Okay and this is known as cold cream. عشان هيك ال greasiness تبعت ال cold creams بتكون عالية. أولها بتكون بين زي كأنها vanishing cream أو water creams، لكن upon storage بتلاحظوا إنها قلبت ل greasy more greasy creams. Okay هاي أول تحضيرة عنا. هلا هذا رح نسميه cream number one اللي رح يحضره تقريبا كل جروب. بعدين رح نعمل ريبيتيشن لهاي البروسيجر مرة بدون الوايت واكس ومرة بدون المينرال اويل. كريم 2 اللي هو بدون الوايت واكس، كريم 3 بدون المينرال اويل. بعدين لما نيجي للريبورت خلال نفس الشغل رح نهون سامبل 1 مثلا كريم نمبر 1، سامبل 2 كريم نمبر 2، سامبل 3 كريم نمبر 3، رح ندرسهم من ناحية البي اتش فاليو، السموثنس، الهوموجينيتي والابيرنس. اوكي رح نوصل للريبورت نحكي هلا. لما اقيم الوايت واكس من البريبريشن شو بتوقع؟ بتوقع انه رح ينتج عندي كريم من دون ايمالسيفاينج ايجنت، يعني ما لقي الصوديوم بوريت شيء يندمج معه، فبالتالي الكولد كريم بدون الوايت واكس ما رح يطلع ايمالشن، رح يطلع عندنا تو فيز سيستم. انذر كريم وذاوت مينرال اويل، مينرال اويل هو مسؤول عن السبريدابيلتي، فبالتالي رح يكون cold cream ناتج with low spreadability، رح يطلع كريم بس رح تلاقوه بزي بفتفت ما لما تيجي تفردوه على السكن، ما بيكون زي الكريم العادي انه بيفرده بيندمج مع المكونات، لا رح اول ما ينفرد يفتفت على السكن. ثاني تحضير اللي هي عندنا الفانيشينج كريم. هلا كل جروب رح يتحضر كريم نمبر 1 واللي هو الكولد، وفانيشينج كريم كريم نمبر 2، ورح تعمل واحدة من الكريم نمبر سوري مش كريم نمبر 2، الفانيشينج كريم رح يكون اسمه كريم نمبر 4، وكل جروب رح يعمل يا اما كريم نمبر 2 يا اما كريم نمبر 3، رح يكون اسايند لهم يعني هيك حضروا تقريبا في بريبريشن. فانيشينج كريم عندنا الثاني اللي هو اويل ان ووتر ايمالشن يعني continuous phase رح تكون عندنا الwater. It leaves no traces when wrapped in the skin and after application the continuous phase will evaporate leaving a thin layer of stearic acid أو الأويل بحال بشكل عام. متكون من نفس الشيء oily phase، هنا كانت عندنا
هدول هم الاولي فيز وهون الاكيوس فيز. نفس الشيء لازم يكون اولي فيز واكيوس فيز عندنا. الستيريك اسيد وايت واكس وايت بتروليتم هم الاولي فيز، الباقي اكيوس فيز. الستيريك اسيد الهدف منه از act as emulsifying agent when added to a base، لانه هو اسيد لما نضيفه على بيس راح يشتغل ك emulsifying agent. وايت واكس، وايت واكس هون ثيكنر، والوايت بتروليتم اللي هو الفازلين يستخدم ك emollient. الثري مين كومبوننتس هذول راح نعملهم ميلتنج على البيسن على نفس درجه الحراره اللي هي مش اعلى من 70 around 70 او 75، وراح نضيف 4 drops of orange oil and lemon oil او الليمون اويل، يعني اللي هو نفس اللي عملناه في البارت الاول. بعديها راح نيجي للاكيوس فيز اللي هي تراي ايثانول امين. من التراي ايثانول امين راح نحوله قديش نحتاج بالجرامز. بالنهايه مطلوب بس اضافه 8 دروبس، خلينا نحكي هون افتر سكيننج داون راح تكون يعني 8 دروبس. بمعنى بيشتغل اس بي اتش ادجستر اند ايموسيفاينج ايجنت وذ وان اكتس او وان ادد وذ ستيريك اسيد. بروبيلين جلايكول بيشتغل از هيومكتانت، الهيومكتانت يعني بريفنت اكسسيف دراينج اند بريزرفاتيف. بولي اولز بنتذكر انه هم عباره عن بريزرفاتيف، فبيشتغل كمان از بريزرفاتيف لهالي بريبريشن. بيوريفايد ووتر هو المين كومبوننت اوف ذا اكيوس ووتر اوف ذا اكيوس فيز. برضه هذول الثري كومبوننتس مع بعض في بيكر راح ينحطوا على ووتر باث على نفس درجه الحراره اللي اشتغلنا عليها في الاولي فيز، وبعدين راح نضيف عليها هاي التحضيره تقريبا. هون حكينا رح نضيف اورنج اويل، اورنج اويل او ليمون اويل، وهون رح نضيف داي زي مثلا عندنا الريد او جرين داي حسب الموجود، يعني رح يكون معطل لكم رح يكون هالون. mix them outside the water bath، بعدين بتسخنوهم بتحطوهم جوا الووتر باث. يعني هدول كلياتهم هلا الاويلي فيز رح يكون ميكسينج داخل الووتر باث، لانه اوريدي هما بيكونوا في solid status أو semi solid، فما بينخلطوا مع بعض زي البروبيلين جلايكول ترايثانول أمين. لكن المواد الثانية بتنخلط مع بعض برا الووتر باث وتنحط بعدين جوا الووتر باث، بتترك على نفس درجة الحرارة اللي متروكة عليها الأويل فيز. عملنا mixed ترايثانول أمين زي ما حكينا، pour aqueous solution into oleogenous solution while they are both hot with stirring. زي ما هذا اللي لما قلنا نضيف الاكيوس على الاويلي فيز outside the water bath، منضيف شوي ومنحرك، منضيف منحرك لحد ما اوصل لكل البريباريشن، كل الاكيوس فيز نحطت على الاويلي فيز، بضلني اعمل ميكسينج until congealed، يعني طلع لنا الكريم بالقوام اللي انا بدي اياه. بليس ان جار هذا رح يكون رقمه كريم نمبر 4. repeat the procedure without tri ethanol amine اللي هو كريم نمبر 5. الإتراي إيثانول أمين حكينا هو بيشتغل as emulsifying agent لما نضيفه مع الأسيد، فالpreparation راح تصفي بدون بدون الإتراي إيثانول أمين، فبالتالي راح يكون عندنا عبارة عن system أو عبارة عن cream أو two phase system بدون ما يتكون عندنا cream أو بدون ما يتكون عندنا emulsion في النهاية. هلا اللي عندنا الستيريك أسيد والتراي إيثانول أمين بعطونا نيوترال سيرفاكتنت، لأنه أسيد وبيس نيوترال سيرفاكتنت، فهاي البي اتش تقريبا للتحضيرة رح تكون أراوند 7، يعني مش أسيدك مثل الكولد كريم. نيجي لبارت بي، هذا رح نقيم من خلاله لما نيجي نعمل زي إن فيفو ستدي على السكان، كيف السبريدابيلتي، كيف السموثنس، الابيرنس، الهوموجينيتي اوف ذا كريم اللي بنحضر. بنعمل ريكوردنج للاوبزرفيشن وبنقيم على اساسها. اوكي، وزي ما حكينا بدنا نعمل تيست ل 8 اتش اوف كريمز يو بريبيرد بي اتش تبعتهم باي يوزنج ذا بي اتش بيبر، وحسب الريزلت عندنا بنعبي هذا الجدول. لازم يكون عندنا هذا التيبل بالشغل عشان نقدر نعبي نشوف كيف السموثنس هوموجينيتي ابييرنس اوف ايتش سامبل بريبيرد او ايتش كريم بريبيرد. بارت سي هو عباره عن كورليشن ما بين الان فيترو اوكلوجن فاكتور اند سكن هايدريتنج ايفكت. هلا ان جنرال نحن بنضيف بنستخدم الكريمز في كونديشن عندنا في الشتاء خصوصا اسمه وينتر زيروسز، بصير في عندنا سيجنيفيكانت تشينج في الابييرنس على surface condition of the stratum corneum. stratum corneum هي أول طبقة في السكن اللي هي بتكون موجودة للآي. نشوف
طبقات سكين كير. اوكي تشريحيا اناتوميكال يعني ستاتس، بتكون عندنا الابيديرمس. الابيديرمس اول طبقه فيها او اول لاير اللي هي الستريتم كورنيوم، بعديها بيجي الديرمس اللي هي المنطقه المغذيه بالاعصاب، توصلها الاعصاب والاوعيه الدمويه. هنا الابيديرمس فيها الغدد الدهنيه، وهنا الديرمس فيها الاعصاب والاوعيه الدمويه. الهايبو ديرمس اللي هي فيها الفات لاير. هلا في الشتاء شو بصير عندنا؟ بصير في عندنا وين الكولد اير اوتسايد وهوت اير انسايد، بصير الرطوبه تبعت الستراتم كورنيوم تقريبا لو، فبالتالي هذا بيستدعي او بصير عندنا دراينس للسكين. في بعض الكونديشنز اذر كونديشن بتسوي عندنا هذا الشيء اكسسيف، مثلا هاند واشينج او يوزينج اوف ديسانفكتانت، فيتامين اي ودي ديفيشنسيز، كل هاي المكونات. هلا الاكلوسيف مويسترايزر كيف تشتغل؟ prevent evaporation of the water to the environment by placing an oily substance on the skin surface through which water cannot penetrate. طيب لما البوتر بطل يدخل لجوا بتعمل زي طبقة عليها، فبالتالي بتعمل replenishing للستريتم كورنيا مويستشر by water moving from the lower viable epidermal and dermal layer. يعني بتصير تطلع بتصير زي طبقة على الستريتم كورنيا، والدرمس والإبيدرمس بصير يغذوها، بيحافظ على رطوبة داخل الستريتم كورنيا بإنها ما تفقدها للإنفايرمنت. هيك كيف مبدأ عمل المويسترايزر إن جنرال. وإذا قل المويستشر كونتنت للستريتم كورنيا عن 10 لـ 20%، فبتصف البشرة أو الجلد بشكل عام عرضة to get weakened and cracked. في هذا البارت راح نعمل ايفالويشن لكل كريم بتحضر عندنا، سواء كولد او فانيشينج، ونقارنه مع الفازلين او البتروليتوم الموجود عندنا، ونشوف الاكلوسيفنس تبعته. هلا يعني ثيوريتيكالي المفروض انه كل ما زادت الاكلوسيفنس كل ما كان اللاير يعني بتمنع الايفابوريشن اوف ذا water from the skin to the outside، فبالتالي هاي بيكون hydrating effect لها عالي. لكن طبعا بدنا نكون اذا نجي نحكي therapeutically بدنا نكون برضو حاسبين حساب موضوع size او موضوع الكلوجر للبورز في السكن. اذا كان الكلوجر كبير او اذا كانت البورز كلياتها مسكرة، هذا رح تكون comedogenic، وبالتالي رح تعمل اثار حبوب او في بعض الاحيان زي الماسيريشن اللي حكيت لكم عنه اول البارت. هلا comparison رح نعمل ما بين different cream preparation according to the occlusion factor to be evaluated and the result will be compared with the positive. رح نعمل positive control و negative control. positive control اللي هو الفازلين، والnegative control اللي هو بدون السامبل. هلا هاد رح أعمله أنا، ورح تأخذوا القراءات على حسب ال يعني كل ياتكم رح تكون نفس القراءة لكم بالcontrols both positive and negative. رح يكون كل جروب عنده 2 petri dishes، واحد رح يكونوا معبيين في جيلاتين، وأول ما أحط عليهم الجيلاتين بأخذ لهم الوزن اللي هي weight number one. أوكي بعدين بنحط عليهم زي ما حفرجيكم في البراكتيكال layer من الكريم تبعنا، سواء كان cold أو vanishing، على البتري داش الموجود على الجيلاتين، واخذ لهم another weight اللي هي measuring يعني اللي هي weight 2. هلا for the samples were stored in at 32 celsius اللي هي درجة حرارة السكن لمدة تقريبا 3 days and they will be weighed again اللي هو weight number 3 after 72 hours. ورح نحسب الاكلوسيف فاكتور لإلهم according to the equation اللي هي F equal A ناقص B على A. ايش هي A و B؟ B عندنا اللي هي الwater loss of the skin treated with the formulation، يعني إذا حطينا السامبل اللي هي أعطيناها فيها، واللي هي هون رح تكون حطينا السامبل هاي باي. الفرق بيناتهم هو عبارة مثلا عن B، and A is the water loss of the skin without sample اللي هو الكنترول. الكنترول عندنا راح يكون له weight 1، negative control راح يكون له بس weight 1 و weight 3.
wait 1 before preparation before heating, wait 3 اللي هو after heating. الفرنس بيناتهم هو اللي weight loss أو water loss after 72 hour. حقارنهم فيهم. هلا wait 1 شو أهميته عشان أعرف لما أقارن مثلا ما بين 2-1 أحكي wait 2 ناقص wait 1 بيعطيني قديش سامبل حطيت عليها، وهذا بفيد بالدسكشن. إذا حطيت مثلا سامبل كبيرة هذه بقدر يعني لازم هاي رح تكون value للدفرنس ما بيناتهم، عشان هيك رح أحاول إن تكون عندي الكمية اللي أحطها على البيتري ديشز around the same value، ما تكون واحدة كتير واحدة قليل. Anyway, B is the water loss with the skin treated with the formulation, and A is the water loss of the skin without sample. The occlusion factor of zero, لما يطلع لنا مثلا هذا zero, هذه عبارة عن there is no occlusiveness effect. وإذا كانت 100 بيكون maximum occlusion factor، وإحنا بنتحرك ما بين هاي ال value وهاي ال value. بعدين نعمل discussion the results obtained and make comparison according to the occlusion factor and the weight of the sample. مرة تانية نناقش موضوع ال weights عنا رح يكون فيه. كل جروب راح يكون عندها كولد كريم وفانيشينج كريم، وعندها بلانك نيجاتيف وبوزيتيف كنترول. هلا هاي راح تسجلها ويت 1 ويت 2 ويت 3. هاي نفس الشيء ويت 1 ويت 2 ويت 3. نيجاتيف بلانك او نيجاتيف كنترول راح يكون عندنا بس ويت 1 ويت 3، والبوزيتيف زي السامبلز العاديه ويت 1 ويت 2 ويت 3. ويت 1 اللي هو العينه السامبل وهي فاضيه، ويت 2 اللي هي العينه او السامبل عندنا بعد اضافه ال سوري البتري ديش بعد اضافه السامبل عليه، والفرق بيناتهم بعطيني قديش ضفت عليه لاير قديش الويت تبعت هاي اللاير. يكون طبعا اذا كان عالي مقارنه مثلا كان الفانيشينج مقارنه بالكولد كريم مع الفازلين في بيناتهم ديفرنس كثير كبير، هذه ما بقدر اشتغل عليها، ما بقدر اعمل ديسكشن لانه الفاليوز بتكون عندنا مختلفه وفي اذر فاكتورز كونتريبيوتد مش بس الووتر لوس. ثالث شيء عندنا الويت 3 هذا افتر 72 اورز، بنقارن بين ويت 2 وما بين ويت 3، هذه بتمثل الووتر لوس، هذا بتمثل السامبل سايز. اوكي هاي بدنا نحاول تكون ايش ايكوال. اوكي فالسامبل سايز لازم تكون لكلياتهم ايكوال، الووتر لوس اللي هو بعد 72 اور مقارن الفانشين كريم والكولد كريم مع والفازلين، نشوف القراءات يعني بتطلع عنا، ونشوف كيف النيجاتيف كنترول without addition of any cream وحطناها على نفس درجة الحرارة كيف الواتر لوس كان فيها. بهيك بتكون خلصت عنا الثيوريتيكال بارت وخلصت عنا الاكسبيرمنت. يعطيكم الف عافية.